صفقه قرن بتتحط بين قوسين كل شويه يقول لك صفقه القرن اللي جايه نادي الزمالك، صفقه القرن اللي جايه نادي الزمالك. طبعا جمهور الزمالك دلوقتي بيبص لي وانا بتكلم ويقول لي طب نجيب صفقه عاديه مش صفقه القرن. بس لو صفقه القرن بتحط جنبها اسم رمضان صبحي، هل رمضان صبحي فعلا في كلام بينه وبين نادي الزمالك؟ هل ممكن يروح نادي الزمالك؟ هل بيراميدز ممكن يستغنى عن رمضان صبحي؟ ده السؤال. طيب الزمالك يا كريم، البعض جوه النادي بدا يتكلم في قصه ان احنا عايزين صفقه لها ثقل، صفقه نقدر نقول ان هي صفقه رد اعتبار شويه، صفقه جماهيريه. ما فيش في السوق الاسم ده او الاسم المتاح ان هو يكون صفقه جماهيريه غير اتنين، يا عبد الله السعيد يا رمضان صبحي. ورمضان الاكثر يعني، لان رمضان لسه صفقه تقدر تديك او لاعب يقدر يديك على مر موسم كتير. فالبعض جوه نادي الزمالك بدا شويه يطرح اسم رمضان صبحي، لكن هل الزمالك تفاوض مع رمضان صبحي؟ كنت قلت لك قبل كده وباكد لك تاني لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي، والسوق فيه متغيرات ومعانا لسه شهر ونص على الانتقالات يعني لحد ما تقفل، الزمالك لم يفاوض حتى الان رمضان صبحي، ولا بشكل رسمي ولا عن طريق وسطاء ولا فاتح اللاعب ولا فاتح بيراميدز، ولكن اسمه ممكن يروح في النادي. مطروح. ده هيكون متوقف على كريم، هيكون متوقف على ان الزمالك اولا يخلص ازمه القيد، ثانيا يخلص صفقاته، ثالثا يحصل انتعاشه ماليه في الزمالك تقدر تخليه يدخل في صفقه رمضان، لان انت رمضان هتبقى مطالب ان انت تتفاوض مع بيراميدز على رقم، وبيراميدز مش هيتخلى عن رمضان برقم قليل. صح. وفي نفس الوقت راتب اللاعب، وده هيبقى رقم كبير جدا برضو، بتتكلم في رقم اعتقد هيبقى قريب من الرقم اللي بياخده هناك، مش هينزل في فلوس. كام؟ انا ما عنديش معلومه بصراحه. رمضان بياخد كام في بيراميدز؟ لا انا ما اعرفش بياخد كام، بس عارف ان هو انتقل بمبلغ ضخم جدا. انا اقصد انت عشان كمان تدي الراتب بتاع رمضان صبحي، انت محتاج كمان تحل الازمات اللي عندك الاول. بالظبط. فانت بتتكلم ان انت عندك يعني مشكله الزمالك دلوقتي اصلا يا كريم في ان انت اي فلوس داخله لك رحل لقصه القيد، فدي مشكله كبيره جدا. وبعد القيد المفروض تدفع المستحقات المتاخره للاعبين، وبعد ما خلاص المستحقات المتاخره للاعبين اصلا كمان ملف صفقات. تجديد فتوح وتجديد صبحي، فبرضه هتبقى لازم تدفع مقدمات عقود للاثنين. صح. ف اللي باكده لك في قصه رمضان، مفيش رمضان لحد دلوقتي، مفيش رمضان صبحي للزمالك.